زادوا 15 يوم تاع الحجر. معليش ما تفشلش ولا تيأس، 15 يوم ان شاء الله تكون تاع عبادة، تكون تاع قرآن، تكون تاع صلاة، تكون تاع صدقات، تكون تاع دعاء، وخاصة ونحن مقبلون على أيام عظيمة، أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، عشر مباركات. لذلك هذه العشر عظمت بوجود ليلة القدر فيها. ليلة القدر كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحراها في كل يوم من أيام العشر. إذا عجزت على الأقل في الأوتار 21 23 25 27 29 من هذه الأيام، وأنت في بيتك تقدر تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بقربات كثيرة، تقرأ شوية قرآن، تدعي الله تبارك وتعالى، تصلي، تتنفل، تقول الكلمة الطيبة وأنت في بيتك. إذن قربات كثيرة تفعلها في بيتك وأنت في هذه العشر. ما تقولش باللي خلاص ما كاش الجماعة ما كاش العبادات، أبدا، تعبد الله تبارك وتعالى وأنت في بيتك. بل الشيء الجميل أنك ستخلو مع الله في هذه العشر، والله ستعيش ليلة القدر من نوع آخر، شيء مختلف. ليلة القدر التي قال عنها ربنا جل وعلا خير من ألف شهر، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا دعاء عظيما نقول في هذه الليالي المباركات وأنت في بيتك وأنت في خلوتك وأنت مع ربك، قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين.